صباح واهلا وسهلا على القناه. اليوم بدنا نتحدث عن كل الاغطيه الاصليه اللي من سامسونج للتليفونات الاس 21. عم بتحدث عن كل الاغطيه اللي بنقدر نشوف عبرهم، الكلير اللي عندهم، الرجد اللي عندهم، كيك ستاند، وغير هيك في عندنا كمان غطاء معمول خصوصيا لنستعمل الاس بن للجالكسي اس 21 الترا. يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا الاشتراك. خلينا نبلش الفيديو. اعملوا لايك وسجلوا على القناه حتى دائما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديده. هلا قدامنا اول غطيان حيكون الكلير كفر، والكلير كفر مع الكيك ستاند تبعه هون. معناته الفرق بين اثنيناتهم هون انه صار في عندنا الكيك ستاند فينا نوقف التليفون عليها. اول شيء بدنا نشوف هون اي لون حتقدروا تختاروه عليه للتليفون حتقدروا تستمتعوا فيه لانه اللون ببين عبره. بس لما تفتح الكيك ستاند هذا اللي بيصير عليه سبيسيالز، فينا نوقف التليفون دغري لفوق. الكيك ستاند قوي معناته فينا نحطه على اي موقع بيمشي مزبوط، فينا نحطه هيك، فينا نحطه لتحت، نعمله كتير لتحت، وفينا نوقفه على الاخر كمان مش بس على تحت، وبنقدر نوقف التليفون مزبوط. بس لنوقفه دغري لازم نفتحها على الاخر لتصير كيك ستاند وبتوقف مزبوط. هيدا شكله كتير كتير منيح، بيغطي كل شيء. معنا مفتوح فتحات فوق للميكروفونات، الفوليوم والباور بطن مغطى لتحت، اليو اس بي سي والسبيكر كله مفتوح. شكله كتير كتير منيح، ما بتعطينا كتير حماية زيادة للكاميرا غير انه بتوقف التليفون معني الوابل على الطاولة، لانه البامب كانت موجودة من قبل، هلأ صار بابا في عنا بامب من ورا. مثل ما انا مأكدين انه ما عنا اشكال انه يكون مشكلة نقدر نستعمله على الوايرلس تشارجنج، هالغطا جاي دغري من سامسونج عشان هيك نقدر نستعمله. هلأ الفرق بين هيدا وبين هيدا اللي على اليمين بس انه هيدا كلير وما عنده الكيك ستاند، هذا الفرق الكبير بيناتهم. فعم تفكروا تجيبوا واحد من غير ما يكون عندكم كيك ستاند، ما بتحبوا الكيك ستاند، شغله ما بيمشي معكم، ما حيكون في اشكال. تحطوا بس الغطاء عليه للتليفون، نفس الشيء كمان كميه الغطاء اللي بتغطي الكاميرا من ورا نفس الشيء، ما عم بتزيد زياده. الزرار مغطيين وعندنا الميكروفونات مفتوحه من فوق والسماعات من تحت، كله منيح. شكله كتير كتير منيح. اذا حتجيبوا الاسود مثل اللي عندي انا حتقدروا تشوفوا لونه كتير وتستمتعوا فيه، وغير هيك كل شيء بيمشي مزبوط كمان بالوايرلس تشارجنج لانه ما في اشكال. هيدا الاغطيه منها لسامسونج دائما معروف انه بتشتغل مع الوايرلس تشارجنج. هلا قدامنا ثلاث اختيارات زياده، عندنا السيليكون كفر الموجود هون، عندنا الكلير كفر مسميينه البروتكتيف كفر لانه عنده زياده حمايه عن اللي شفناه من قبل، وعندنا احسن شيء كمان هون بسميينه الرجت بروتكتيف كفر، هيدا احسن واقوى غطاء بيعطونا اياه منه لسامسونج. هنبلش فيه بالسيليكون. هلا رغم انه هذا معمول من الماتيريال سيليكون بنفكر انه هذا طري، منه طري اطلاقا، عنده غطاء منيح موجود من ورا وبيغطي كل شيء مثل ما عم تشوفوا، بيغطي كل الكاميرا موجوده من ورا وبس بيفرجينا الكاميرات مبينين، بس الحديد الموجود هون كله بيتغطى وبيطلع لنا هالبامب اللي موجوده عليه للتليفون من ورا. عندنا عده الوان موجودين على الويب سايت تبعهم لسامسونج، فيكم تشوفوا اذا عندكم المحلات تقدر تجيبون عندهم، وغير هيك شكلها كتير حلو وبتغطي كل شيء تقريبا، مثل كانه صار عندي الاس 21 الترا على اللون ابيض، في عده الوان مثل ما عم بقول. الفتحات كلها موجوده لتحت، في عندنا زياده هون نقدر نزيد بس عشان الكاميرا، للشاشه كمان بتزيحها شوي لفوق. الكاميرا لورا مغطايه كلها، ما عندنا حمايه لكلها، مزبوط كل شيء ماشي مزبوط. اذا بنشتغل هون بنشوف الوايرلس تشارجنج اكيد حيمشي مزبوط، ما عندنا اشكال، مثل ما عم نشوف كله منيح. وكمان اذا بتحبوا تستعملوا المساكل مع الجنب اللانيرد فيكم تستعملوا على هيدي. هلا الفرق بين هذا الغطاء والاغطيه الثانيه اللي شفناها من قبل الكلير كفرز هو انه عندنا هون حمايه زياده على الجنب، معناته هذا البروتكتيف، بس عشان هيك مسميه الكلير بروتكتيف كفر، مثله للغطاء اللي موجود اخر شيء، بس هذا بنقدر نشوف لون التليفون عليه رغم انه عليه شوي سموك، بنقدر نشوفه اغمق بشوي. هلا بسبب اللون تبعي انا اسود ما بتغير كثير، وعندنا كمان المساكه اللانيرد موجوده لتحت، كل الزرار مغطيين، وهون موجود عندنا كمان مفتحتين للميكروفونات لليو اس بي سي، وشكلها كثير حلو يعني بيني وبينكم بتعطينا حمايه مضبوطه وبتعطينا الكماسه مضبوط نقدر نمسك الغطاء مضبوط، العله انه ما بتعطينا حمايه زياده للكاميرا، معناته مفتوحه كلها، وغير هيك ما بس بتخلي انه التليفون بيكون جالس، هلا بيبقى عندنا البامب بس بيبقى عندنا حمايه زياده، يعني بحب اشوف حمايه زياده للكاميرات موجوده ورا، خاصه انه الغطاء اللي شفناه هون بيغطي كل شيء مضبوط. من غير مشان الوايرلس تشارجنج ما حيكون عندنا اشكال، فينا نحطه هونيك حيمشي مضبوط، ومثل ما عم نشوف كل شيء ماشي ماشي. واخر غطاء معمول من نفس الجانب تبعه للغطاء اللي شفناه من قبل، بس اذا بتلاحظوا انه الغطاء والحمايه كلها موجوده لجوا، صار في عندنا حمايه زياده موجوده لورا للكاميرات، وغير هيك كمان عندنا الغطاء موجود، عندنا الكيك ستاند موجود فيه لورا، هلا بفرجيكم عليه. الغطاء شكله كتير حلو، لونه رصاصي كمان موجود عليه للتليفون، مكتوب سامسونج مثل ما عم نشوف، كله مغطى بيزيد كل شيء وبيعطينا حمايه زياده للتليفون. الكماسه مزبوط على اليمين والشمال، كمان من فوق كل الفتحات والغطاء مغطيين الزرار، كل شيء ماشي وشكله كتير حلو.
فينا نعمل الكيك ستاند صغير مثلا هيك لنحط التليفون عادي هذا الصغير، فينا نسكر الكيك ستاند صغير ونفتح العالي، هذا بيعطينا مسافة شوي أعلى، سو بتقدر تعلو شوي التليفون. الفرق بين هذا واللي شفني أول مرة بالكيك ستاند اللي بيجي بالعرض منه قوي مثل هيداك، هدول بس معمولين لتقدر تستعملوا التليفون هيك بالغطاء لتحطه على جنب. مثل ما انتم عارفين دائما انه الوايرلس تشارجنج حيكون ماشي عليهم، كل اغطيه سامسونج بتمشي مزبوط مع الشارجر تبعهم، بس اهم شيء انه نشوفهم هون على القليله شكلهم، بتقدر عندكم اختيارات لتجيبوا عده اشكال. خلينا نبلش نتحدث هلا عن الاغطيه الخصوصيه الاس بي يو فليب كفر والغطاء تبع الاس بان. اوكي هلا صرنا عم نتحدث على اخر غطيين موجودين عندنا هون، بس بدي اخبركم كمان في بعد نوعين، في عندنا تاعت الجلد اللي ما عندنا موجودين هون، بس هدوليك مثل السيليكون معمولين بالجلد شوي بغطوا كثير منيح وعندهم الوان كتير حلوه، حاعطيكم لينك تحت. وهون على الشمال عندنا الاس بي يو فليب كفر الموجود، هلا الغطا كمان اللي بعد ما اجاني هلا ناطره جايين بالبريد بيكون الاس بي يو فليب كفر، وعنده كمان محل نقدر نحط القلم موجود هون على الشمال، معناته لما بنسكره هون هيدي ما معموله مظبوط، هيداك الغطا بيجي معه للاسبن. سو في عندنا اختياران، عندنا عده اختيارات، عندنا السيليكون العادي وعندنا الاس بي يو فليب كفر معه للقلم. بس اول شيء بدنا نبلش هلا مع الغطا العادي، مثل ما عم تشوفوا في عندنا غطا موجود هون للكاميرا موجود من ورا وبيعطينا كمان شكل حلو للكاربون فايبر. لما بنحط التليفون بقلبه بيتمسك مزبوط ما في اشكال ما حيوقع، وعندنا تغطيه للموجوده مثل السيليكون فليب كفر هون موجوده كلها على كل الغطا من قدام من ورا، ولما بنسكره للتليفون بصير عندنا معلومات زياده هلا بسبب الاس بي يو فليب كفر. خلينا ندور الشاشه، مثل ما بتشوفوا عندنا نوتيفيكيشن زين من عند الفيس من تويتر هذيك الانستغرام، عندنا كمان عندي موسيقى ماشي هون فيني وقف الموسيقى وفيني مشيها مثل ما بدنا، هون فينا نعمل الباوز بلاي، ومثل ما بنشوفه هون بنقدر نعمل كل شيء. اذا بدنا نشوف شو هي النوتيفيكيشن لازم نكبسها، بتقلنا افتحوا الغطاء لتشوفوها، لما بنفتحه لازم نحط الباس كود تبعنا يا اما الفينجر برنت لنقدر نمشيها. فينا نتسمع ونعمل مكالمات عبرهم لانه عندنا فتحه كبيره هون للدينه، ميكروفونات وكل شيء مفتوحه مزبوط، ولتحت كمان عندنا فتحات. شكلها كتير كتير حلو وكتير سبيسيال، واللي بيعجبني فيها اكثر شيء انه خاصه حتى لما بنحطها على الشارجر، هلا خليني احطها على الشارجر لكم، عارفين انه الوايرلس حيمشي مزبوط، بس بيعطونا معلومات زياده كمان هون على الشاشه لنشوف قد ايه البطاريه هي وقد ايه بدها لتوصل لل 100%، سو هيدي شغلات بنعرفها مزبوط. الوايرلس منه كتير سريع بس على القليله بنعرف انه بيمشي، والغطا كله حلو كمان من ورا، الكاربون فايبر شكلها حلو. هلا الغطا اللي عندنا هون نفس الشيء مثل ما شفناه من قبل، غطا كتير قاسي موجود مزبوط بغطي الكاميرا كلها موجود من ورا، لما تحطوا التليفون بفوت التليفون عبره دغري بصير كتير منيح. الفرق بين هذا وهداك اللي شفناه من قبل السيليكون انه هيدا عنده فتحه موجوده على اليمين معموله خصوصا للاسبن اللي بيمشي بس على الاس 21 الترا، معناته هالغطا ما حنقدر نشوفه لتليفون تاني منه لسامسونج. هلا اهم شيء كمان انه بنشوف انه كل شيء موجود بفوت، بنظبطها مزبوط من تحت هيدا مثل السيليكون، الفتحات تحت موجوده لتحت، الغطي الزرار مغطيه، الفتحات موجوده لفوق. والحلاوه فيها انه اذا بدنا نستعمل الاسبن بدنا نتذكر انه موقعها شوي غريب بالنسبه لإلي. السبب اللي بقول لكم اياه، انا بشتغل بايدي اليمين، سو اذا بدي استعمل القلم بدي اخذ التليفون بايدي بستعمل، بدي اقيم القلم صار القلم هلا موجود بايدي الشمال، معناته بدي احط هون واقلب واستعمله على اليمين. اهين شيء انا بالنسبه لي بعتقد انه صار فينا نعمل، اذا بدنا نستعمله مع القلم بندور التليفون، ندور التليفون بنغطي خلينا نسكر، بدنا نسحب القلم بالاصبع هيك بنكبسه هون، واذا كبسنا على الزر هون عملنا دبل تاب نقدر نعمل سكرين اوف ميمو موجوده لهون مثل ما بتشوفوا هون هيك هلو. سو مثل ما بتشوفوا كله كتير منيح، فينا نعمل عليه سيف، فينا نعمل كمان نفتح الغطا هون نقدر نفوت على التليفون نستعمل مثل ما بدنا، نكتر الغطا هون وكل الشورت كاتس موجودين مزبوط لنا. الحلاوه فيه انه القلم بيضلوا قاعد معنا طول الوقت وما بيوقع لانه عنده مسكه موجوده على حواليه من كل الجهه، بس لهون لفوق فاتحين حتى نقدر نمسك القلم منه لهونيك، سو فيكم تمسكوه تقيموه كثير هين، بس اذا ما بدكم اياه بيضلوا موجود هون وما في اشكال ما بيوقع. كل غطا عنده نظام خصوصي فيه وبيظبط التليفون مثل ما بيحطوا عليه، مثل ما شفنا هون الغطا اللي عاجبني اكثر شيء هلا انا الاسبن 1 اللي بنقدر نحط فيه الاسبن للالترا، بس اذا عم نتحدث عن الاس 21 ولا حتى عن الاس 21 بلس في عندنا الرجد، هيدي الغطا بيمشي كثير كثير منيح، وعندنا الكيك ستاند. الكلير كفر مع الكيك ستاند بيني وبينكم بيكون احسن شيء لانه بنقدر نحطه بعده مراحل، وغير هيك فينا نوقف التليفون كمان. خبروني تحت قولوا لي شو رايكم فيهم هالاغطيه الاصليه اللي جايه من سامسونج، مثل ما قلت لكم بعد في غطيين ما كان عندي هون. الغطا الجلد بيشتغل مثل الغطا السيليكون الموجود مثل هيدا، بس الغطا كله موجود جلد من ورا، وعندهم لونين بيج واسود، وعندنا مثل ما قلت لكم الغطا الثاني الاس بي يو فليب كفر اللي بيعطينا كمان نقدر الطريقه نقدر نحط القلم جواته، حتكون كتير كتير منيحه وان شاء الله جايه قريبا. المهم اذا لما بيطلعوا هولي ححط لكم لينك تحت حتقدروا تشوفوهم، غير هيك خبروني تحت قولوا لي شو رايكم واي واحد فيهم هون يعجبكم اكثر شيء. شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك، يلا بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد.